وخلينا يا جماعة نشوف أول تجربة ونشوف هل هي صحيحة ولا مشعوذات وكذب. فأول شيء بدنا نولع الشموع هاي موجودة. نجيب بالون. وإذا كيف بهاي التجربة بتحكي إنه نطفي البالون بالشمعة. أول تجربة راح نطفي البالون بالشمعة بدون ما يكون في جواته أي شيء. فبدنا نحط نقرب البالون على الشمعة نشوف شو يصير. أكيد راح إيش ينفجر. بدنا نجيب بالون ثاني وراح نحاول نحط جواته ايش مويه. خلينا نشوف نحط جواته ايش مويه. وحكون انت لمسته من اللي قبل. انا بالنسبه لي تلمست. حط شويه مي جوا البالون بعدين ننفخه. تعرف انا حاسس حطيت شويه كثير بس مش مشكله. ننفخ ونخلي الماء في ايش تحت في القاع. هاي زي ما انتم شايفين هاي الماء تحت في القاع اذا مش عارف اذا واضح ولا لا. وهالقيطه بدنا ايش نطفي الشمعه بالبالون بعد ما حطينا ماء وخلينا نشوف اذا بتطفي ولا ما بتطفي. بس خلينا نربط شوي البالون. انفخ ورقه. يا جماعة ربطنا البالون زي ما انتم شايفين المي. نصير نولع الشمعة. خلينا نولع الشمعة ونشوف شو راح يصير. خلينا ننزل هاي تحت ونشوف هل راح البالون هذا يطفي الشمعة ولا لا. لو قبل انتم شفتوا حطينا البالون وانفجر البالون وما طفت الشمعة. فخلينا نشوف هاي التجربة صحيحة ولا لا. خلينا ننزل نشوف الماي مطفي. هو يا جماعة الصراحة طفت الشمعة بس في آخر لحظة البالون انفجر بأمانة يعني آخر لحظة ودبت الدنيا. لقيتها. خلينا نعيد التجربة ثانية. أنا خلص بهداش غير لما تزبط التجربة مع 100%. خلينا بس هذه المرة نزود شوية مي وإيش وما نقربها كثير على الشمعة أو يعني إنه ما تضلش وقت طويل على الشمعة. خلينا نحط مي بالأول. هاي يا جماعة الحمد لله ربطنا البالون. هلقيت نولع الشمعة ونشوف ايش اللي راح يصير. واكيد ان شاء الله هذا راح تزبط. انا حاسس هيك احساس غريب. هاي المية جوات البالون وهي كترت مية عن قبل. هلقيت راح نطفي الشمعة بالبالون. الحمد لله ما بقعش ولا صار في شيء ما انفجرش البالون. الحمد لله التجربة هاي زبطت 100%. ونيجي للتجربة الثانية. والتجربة الثانية بتحتاج لبالونين عشان نشوف هل هي صح ولا غلط ولا إشاعة. أول بالون راح نجيب دبوس وويش راح نجيب دبوس. وجبنا الدبوس الوقت راح ايش نحاول نبعث هاي البالون بالدبوس. وبرضه راح نحاول نبعث هذا البالون بالدبوس. بس ايش الفرق؟ اول شيء هي التجربة وين؟ انه راح نحط هذا مش راح نحط شيء. راح نفقع البالون بدون ما نحط شيء، لكن هذا راح نحط قطعة لزق صغيرة هان. وبيحكوا انه لما تحط قطعة لزق صغيرة وتحط الدبوس في البالون مش راح ايش ينفجر وينبقع ويصير صوت زي اللي سمعته او بالفيديو. خلينا نشوف
نبقى هذا اول شيء طبعا زي ما انتم عارفين حلقيت راح يصير انفجار يعني بديش الغلطه الاولى تتكرر وتنقزوا انتم بتشاهدوا في الفيديو فحسين الانفجار راح افرجيكم كيف انه الدبوس بيفجر البالون على طول. اوه ماي جاد حلقيت راح نجيب الزير ونحط في البالون الثاني اتمنى ما تكونوش التمستوا من البالون رايح نحط الزيك يخرب زي ما انتم شايفين يا ستار خلينا نشوف الحوض ونشوف هل التجربة هاي صح ولا لا قرب الكاميرا بسم الله انا خايف تنفجر فيا اوه عن جد ما انفجعش البلوعه عن جد لمسني وخرب بيته هو ما انفجرش بس بعديها بوقت قصير انفجر فتجربة هاي يعني ممكن احتمال صح ممكن احتمال غلط خلينا نروح للتجربة الثالثة وهالكيت خلينا نشوف التجربة الثالثة طبعا تحتاج شمعة وتحتاج قنية صغيرة زي هاي بس ايش راح نقص القنية الصغيرة اخيرا وخليها بهذا الشكل عشان هاي التجربة شو اسمها؟ اسمها مسدس الهواء. هلقيتها انت لو جبت شمعة زي هاي ونفخت عليها راح تنطفي. بس هاي بهاي التجربة راح نحاول نطفي الشمعة بواسطة مسدس الهواء يعني وتكون مسافة بيننا وبين الشمعة بدون نفخ زي هذا. وخلينا نشوف هل هي صحيحة ولا لا. راح نجيب الاثنين دول. راح نحطها هيك تسكر فيها الفتحة اللي وراء هنحط شوية شاي زيادة تمام وراح نولع وإن شاء الله تكون تجربة صح وتزبط خلينا نشوف ولعنا الشمعة خلينا نشوف بتحط زي بتمسك زي هيك بتشد البلاستيك بيدك بتكون مفتوحة الإزاز مفتوح من قدام وبصيرش تخبط بإصبعك زي هيك زي هيك بس خلينا نشوف خلينا المسدس هذا يطفي الشمعة ولا لا في هواء بروح عليها بس مش ما انطفت لسه خلينا نقوي الطبة شوي اوه عن جد يا جماعة حس على عاب السحر يعني طبعا شفتوا كيف انطفت خلينا نجرب ثاني بس من مسافة ابعد بس اذا مش عارف بلاستيكه ولا هي معناها صعب قبل خلينا نقوي الضرب شوي اوه صعبة يا جماعة هاي التجربة عن جد ظبط معي